معنا الأخبار. قالت أن توج فريق سيدات الكرة الطايرة في النادي الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية بعد ما فاز فوز مستحق على فريق سيدات قرطاج التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية اللي أقيمت بينهم على صالة عبدالله الفيصل في الجزيرة. رفع الفوز رصيد سيدات النادي الأهلي من البطولات للنجمة العشرة، واحتفلت اللاعبات وسط دعم كبير جدا من الجمهور، وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب على دعم الفريق وتشجيعه وتسليمهم كاس البطولة وتهنئتهم بالفوز باللقب. تعالوا دلوقتي نشوف معاكم تقرير عن نهائي بطولة امبارح. خالص، والحمد لله الحمد لله ان احنا قدرنا نحافظ على اللقب، ده كان اهم حاجه عندنا، وقدرنا ان احنا نسعد الجمهور ونحقق النجمه العاشره الحمد لله. الجمهور والله هو يعني بجد السبب مكسبنا طبعا، والروح اللي احنا فيها احنا بجد من غيرهم ولا حاجه، بنشكرهم ان هم كانوا معانا في يوم زي ده الحمد لله، ونتمنى ان احنا نسعدهم دايما باذن الله. الحمد لله اكيد الجماهير كاول حاجه، والجهاز الفني كله احنا تعبنا واستحقنا فعلا ان احنا نكسب، والحمد لله ربنا كرمنا بالفوز الحمد لله. انا بشكر الجمهور ده، وده اهم حاجه، اهم مكسب لينا النهارده هو الجمهور، والحمد لله طبعا على الكيس ده، لولا فرقتي والجهاز الفني طبعا من غيرهم ما كنتش هقدر احصل على الكيس ده يعني الحمد لله. طبعا الحمد لله قدرنا نكسب البطوله، كانت بطوله صعبه، ماتش كان صعب، فريق قرطاج اتحسن عن السنه اللي فاتت، وكانوا نازلين مركزين واحنا اتخطفنا في اول الماتش، والحمد لله قدرنا نتغلب على ده ونرجع نلعب تاني بهدوء وبروح كويسه، ونلعب على الاخطاء ونستغل مميزاتنا، والحمد لله اهدي فوز لمامتي الله يرحمها. اهم حاجه النهارده ان النادي الاهلي حقق اللقب العاشر، 10 القاب افريقيه على مستوى الطايره النسائيه، انجاز غير مسبوق بفارق 4 القاب عن فريق خطوط الانابيب الكيني اللي هو يعتبر من ابرز الفرق اللي جت في تاريخ البطوله. فالنادي الاهلي عمل انجاز كبير في هذه البطوله، ان اولا فاز بكل المباريات، ثانيا لم يخسر طوال مشوار البطوله الا شوطين فقط، ثالثا حقق اللقب العاشر، رابعا حقق 3 جوائز فرديه لفريده العسقلاني وشروق فؤاد وايه الشامي، ودي كلها انجازات حقيقه غير مسبوقه بالنسبه للنادي الاهلي. ألف مبروك لسيدات طايرة النادي الأهلي، ده اللقب العاشر في البطولة الأفريقية واللقب الثاني ليهم على التوالي.